ماذا يريد الصديق الكبير؟ لازم يطيح حكومة دبي علشان يرضى عليه، جايب لي بالقاسم حفتة علشان تعطوه المليارات نتاع الإعمار المهوم علشان يقاتلنا بهم زي ما قاتلنا في 2019 يا صديق الكبير. ما كفاكش يا صديق الكبير 1700 شاب في البركان قتلهم حفتر، وما كفاكش هذه البيوت المهدمة إلى حد الآن؟ قولي لنا شو اللي، ما هو الثمن يا جناب الصديق الكبير اللي يرضيك؟ كم تريد من دماء الليبيين حتى ترضى؟ أنت وحفتر وعقيلة والبانديتي هادو، يعني خلاص ما عادش في قيم، ما عادش في مبادئ، ما عادش في أخلاق، ما عادش في وطنية، ما عادش في خوف من ربي. وكيل وزارة الخارجية الأمريكية صديق الكبير جايب لنا تضحيات الشباب، واللي خلوك تكون محافظ تقبل فبراير يا صديق الكبير يطارد فيك النائب العام، لا إله الله، في فبراير خلاك عضو مجلس انتقالي وجابات كلام الأحرف محافظ ليبيا المركزي. دماء الشباب هي اللي صنعت منك بنادم في الأخير، جيب لنا الأمريكان يا صديق الكبير علشان يقرروا لنا يعطونا ولا ما يعطوناش، وكيف يعطونا، ومن يصرف ومن اللي ما يصرفش. هو هذا الخبر مش من عندي والله العظيم، أنا متسمم من هذا الخبر، هاكم شفتوه، هذا نشرة فواصل. وبعدين بالقاسم حفتر هذا حتى قرار يصرف بدون مراقبة ديوان محاسبة، بدون رقابة إدارية. أنت عندك عادي يا صديق الكبير، عندك عادي يعني جاي مقعمز اللي هو ومندوب عليه حكومة حماد وغير شرعية. يا جماعة عندي أسرار، لو كان تطلع مش عارف شنو يصير. أنا فبراير عاشرها من يوم 17 فبراير وانت تعال جاي. هذاك الوقت السيد الصديق الكبير في شقته في لندن. أقسم بالله أني أعلم بأدق التفاصيل حتى كيف جاي الصديق الكبير للمجلس الانتقالي. توا بعد فبراير يا جماعة تصنع منا هيك، يبدأ يتكومد عليها. وفي الأخير وكيل وزارة الخزانة الأمريكية يحدد لأهل ليبيا شن ياكلوا شن يشربوا شن يصرفوا شن ما يصرفوش. والله معمر القذافي مدار يا صديق الكبير، أقسم بالله معمر القذافي ما تخطر عليه حتى الخطور إنه يشاور الأمريكان. إيه هو يتحكم فيهم، يعطيهم يدير لهم اسواق، يمنع لهم مرتباتهم، يدير لهم واحد حاكم ليبيا من طقطق للسلام عليكم وفاكهه بخشم البندقه وعيني عينك بما فيهم انت الصديق الكبير وبما فيهم انا وبما فيهم 6 مليون ليبي ولا 7 مليون ليبي. لكن انت يا صديق الكبير ماشي جايب لنا العم سام علشان تشاوروه وتقعمزوه بيناتكم، وتبدو كل واحد يدف حفر للتاني ويحفر للتاني علشان انا نقول لكم يا شعب ليبيا من الاخير، يا مهندس عبد الحميد بيبة، يا اما ثوره يا اما منهجم البلاد. يا شعب ليبيا يا سماحة المفتي، يا إما ثورة يا بنهجم البلاد. يا شعب ليبيا يا ثوار ليبيا، يا إما ثورة يا إما خلونا قولوا خلاص، خلوها للصديق الكبير وهو وكيل الخزانة الأمريكية وفرحات بنقدارة
وبالقاسم حفتر ونهجم البلاد وخلص.